بسم الله الرحمن الرحيم. دائما في كتاب الجديد في الاجتماعيات مادة التربية المدنية الدرس العاشر صفحة 98 المستوى الرابع: من واجباتنا نحن الأطفال دراسة حالاتهم في محيطنا. إذن الهدف من الدرس هو أدرس حالات ترتبط بواجبات الطفل تجاه الذات والآخر والبيئة. إذن كما رأينا في السابق دائما كنشوفوا هاد الواجبات ديالنا في ثلاث مستويات، يعني تجاه الذات، يعني تجاه نفسك، تجاه الطفل نفسه، تجاه الآخر، وتجاه البيئة. إذن هذو هما الواجبات التي يجب أن نحرص عليها، المستويات التي يجب أن نحرص عليها في القيام بالواجبات. وما هي دول تعلمي؟ أعرف الآن أن واجباتنا كأطفال تنقسم إلى ثلاثة أصناف كما قلنا: واجبات تجاه الذات، واجبات تجاه الآخرين، وواجبات تجاه البيئة. أدرس هذه الواجبات من خلال حالات: أولا أتعلم ما هي واجباتي تجاه ذاتي، ثم ما هي واجباتي تجاه الآخر، ثم واجباتي تجاه الممتلكات العمومية والخاصة والبيئة. سنشرح جيدا ما معنى الممتلكات العمومية والممتلكات الخاصة. إذا نمر إلى النشاط الأول، أنجز أنشطتي. النشاط الأول: أتعرف واجباتي تجاه ذاتي نفسي. لأتعرف واجباتي تجاه ذاتي، إذا نشوف الشطر الأول تجاه ذاتي، علي أولا أن أفهم معنى الذات وتقدير الذات، يعني خصني نفهم شنو كنعنيو بالذات وشنو كنعنيو التقدير ديالها. إذا أفهم معنى تقدير الذات. إذا أتمثل تقدير ذاتي من خلال المعطيات المتضمنة في هذه المحطات الثلاث: أولا، ثانيا، ثالثا، وأسجلها في دفتري. إذا سأحاول أن أسجلها في دفتري، يعني واجباتي تجاه ذاتي وتجاه نفسي. نقول مثلا الطفل تجاه نفسه: أولا، أعي بذاتي كإنسان. ولأعي بذاتي كإنسان يجب أن يعني أتعرف على ذاتي من خلال اسمي، سني، صفاتي، هواياتي، تمنياتي، أشياء تعجبني، أشياء لا تعجبني، قدراتي، حدودي. هذه نسميها بالحقوق، حقوق الطفل، يعني حقوقي أنا، حقوق ذاتي. ثانيا، أتقبل ذاتي كما هي، يعني أتقبل نفسي كما هي، أحب نفسي كما أنا، يعني لا أتمنى أن أكون كما غيري، ولكن أتمنى أن أكون كما أنا، يعني أحب نفسي. ثالثا، أحافظ على ذاتي، أعتني بنفسي، أساهم في حماية نفسي من خلال تنمية قدراتي، ومن خلال التعلم، ومن خلال الاعتناء بالنفس، من خلال النظافة إلى آخره. أنجز بطاقة أعرف فيها بنفسي وفق ما جاء في أولا: أعي بذاتي كإنسان. إذن من خلال هاد المحطة الأولى، يعني المحطة الأولى، مطلوب منا أن إنجاز بطاقة للتعريف بنفسي، نسميها بطاقة ذاتي أو بطاقة نفسي أو بطاقتي. يعني من خلالها يمكن نعرفه بالاسم ديالنا. حاولنا نختاره بطاقة على هذا الشكل، هذا كما هو مطلوب بنا في المحطة الأولى. إذن اسمي ياسين، سني كما مطلوب 10 سنوات، صفاتي ما يعني الصفة ديالي، مجد في العمل، محب للآخر، ممكن أنه نديرو صفات أخرى. هواياتي المطالعة، كرة القدم، الرسم، ممكن أننا نضيف السباحة، ممكن أن نضيف هوايات أخرى كذلك. تمنياتي هنا أن أصبح طبيبا، يعني الأمنية ديالي أنني أصبح طبيب. كاين الأمنية ديالو يصبح أستاذ، كاين الأمنية ديالو يصبح طيار، كاين الأمنية ديالو يصبح مهندس، كاين إلى آخره. أشياء تعجبني، فعل الخير، يعني الأشياء التي يجب أن تعجب الطفل، ودائما الأشياء الجيدة، يعني الأشياء الإيجابية، فعل الخير، الصدق، التعاون إلى آخره. هذه صفات يجب أن يكونوا في الطفل. أشياء لا تعجبني، الكذب، الغش، إلى آخره، مجموعة من الصفات اللي هي صفات غير جيدة يجب أن تبتعد عنها الطفل. قدراتي، كل طفل له قدرات، مثلا ياسين احنا اخترنا له القدرات، أرسم جيدا. حدودي، أحترم الآخر، ما معنى حدودي؟ يعني أنني
ما خصنيش نفوت الحدود ديالي مع الآخرين، يعني خصني يكون بيني وبين صديقي اللي هو الآخر الاحترام المتبادل حقوقي بالعديد من الحقوق كما شفنا في الدروس السابقة ديال تعرفنا على اتفاقية حقوق الطفل وعلى أنواع الأصناف الأربعة ديال الحقوق اللي هي حقوق البقاء وحقوق النماء وحقوق الحماية وحقوق المشاركة. يعني هنا حقوقي التمدرس. آتي بأمثلة توضح فهمي لتقبل ذاتي والحفاظ عليها وأستعين بالتعريف التالي. يعني تقدير الذات أن لي إحساسا ورأيا إيجابيين تجاه نفسي باعتبار إنسانا له كرامة وحقوق. تقديري لذاتي يحفزني على القيام بسلوكات إيجابية تجاه نفسي وتجاه الآخرين. ماذا يعني تقدير الذات؟ يعني تقدير الذات أنني كما رأينا في هاد الخطاطة، يعني هاد المحطات الثلاث اللي عندنا هنا في هذا التمرين، أن أعي بذاتي وأتقبل ذاتي وأحافظ على ذاتي. إذن تقدير الذات هو الإحساس تجاه النفس باعتبارها إنسان له كرامة وحقوق. وتقدير لذاتي يحفزني على القيام بسلوكات إيجابية تجاه نفسي وتجاه الآخرين. تجاه نفسي مثلا بالعناية بها يعني تنمية قدراتها إلى آخره، وتجاه الآخرين بالاحترام والتعاون إلى آخره. أستخلص واجباتي تجاه ذاتي عبر شهادة أحمد. إذن كتتم للنشاط الأول أستخلص واجباتي تجاه ذاتي عبر شهادة أحمد. أقرأ وأجيب. كلما أردت اللعب خارج البيت أسمع أمي أو أبي يحذران: لا تذهب أبعد من هذا المكان، انتبه من حولك، إياك أن تتحدث مع أشخاص غرباء، إذا أزعجك أحد بكلام أو لمس أو أراد أن يعطيك شيئا عليك أن. إذن كنشوفوا هنا صورة، ربما هذو حالات ديال التحرش وحالات ديال اختطاف الأطفال. إذن هنا كنشوفوا صورة رسم هنا، عندنا هنا واحد الرقم الأخضر اللي في حالة مثلا أنه تعرض للخطر ممكن للطفل أن يستعمل هذا الرقم الأخضر. لماذا سمينا الرقم الأخضر؟ أنه رقم مجاني، يعني المكالمة به مجانية، أن الجهة المستقبلة هي التي تؤدي ثمن المكالمة. أجيب على الأسئلة. أستخرج عبارة تحذير المستعملة من قبل والدي أحمد. إذن والدي أحمد من اللي بغى يخرج دائما عندما يريد أن يخرج أحمد إلى اللعب يسمعهم ما يحذرانه بالعبارة التالية. إذن كنشوف هنا أولا: لا تذهب، إذن هذه تحذير، لا تذهب أبعد من هذا المكان، انتبه، فيه انتباه يعني انتبه من حولك، إياك أن تتحدث مع أشخاص غرباء، إذا أزعجك أحد بكلام أو لمس أو أراد أن يعطيك شيئا عليك أن. إذن هادو هما العبارات ديال التحذير المستعملة من قبل والدي أحمد. أذكر المخاطر التي يحذرانه منها وعواقبها. هنا لا تذهب إلى أبعد من هذا المكان، انتبه من حولك، إياك التحدث مع أشخاص غرباء، إذا أزعجك أحد بكلام أو لمس، هنا فين كاين الخطورة، أم لمس أو أراد أن يعطيك شيئا عليك أن. إذن هنا العواقب والمخاطر هو التحرش، ممكن نكتبوه هنا التحرش، نديرو التعريف ديال التحرش، ما معنى التحرش والاختطاف. إذن هادو المخاطر اللي يمكن أنه مثلا يتعرض لهم أحمد، اللي حضروه والديه منهم، التحرش والاختطاف، والعواقب ديالهم هو التأثير ويعني عواقب نفسية وجسدية على الطفل. أستكمل النص بما يجب علينا القيام به لحماية أنفسنا. إذن هذه النقاط هنا نكمل ما جاء في هذا، نقول مثلا: إذا أزعجك أحد بكلام أو لمس أو أراد أن يعطيك شيئا عليك أن تمتنع عن الكلام معه أو أن تبتعد عنه أو أن تستعمل الرقم الأخضر أو إلى آخره. يعني هو مجموعة من الأعمال والواجب القيام على الطفل، قيام بها من طرف الطفل لحماية نفسه من الأشخاص الغرباء. لذلك يجب عدم التحدث إلى الغرباء في الشارع، ويجب عدم اللعب معهم، ويجب على الانتباه جيدا. ولهذا والدي أحمد دائما يحذرانه بأن لا يذهب أبعد
من مكان معين يكون فيه محميا من طرف أسرته ومن طرف عائلته. السؤال الأخير، أبحث عن سبب تسمية الرقم الأخضر في الملصق. هنا هو الملصق اللي أمامنا، الملصق يعبر عن الاختطاف ولا التحرش. هذا الرقم الأخضر هو أمامنا، هو 08000251. هذا رقم أخضر يمكن استعماله في الحالات الطارئة. إذا علاش سمينا الرقم الأخضر؟ هذا الرقم الأخضر يمكن استعماله بالمجان، يتم استعماله بالمجان، يعني أن الجهة التي تستقبل المكالمة هي التي تؤدي ثمن هذه المكالمة. ننتقل إلى النشاط الثاني، أتعرف واجباتي تجاه الآخر، أعيب الآخر. إذا كما رأينا دائما مستويات قلنا ديال التعرف على الذات، إذا أولا أتعرف على الذات ثم على الآخر ثم على علاقتي مع البيئة. إذا هنا نشوفوا الآخر، أجلس قبالة صديقي صديقتي كما هو في الصورة هنا بين مريم ويوسف كما في الصورة، ثم نتفاعل مع سؤال إدريس. إدريس هو يوضع واحد السؤال، وأنا هنا مريم تقول ليوسف أنت هو الآخر بالنسبة لي. يعني هنا باش نتعرفوا الآخر، شكون هو الآخر؟ شكون يعني به؟ طبيعة الحال الآخر كان يعني به هو الغير، يعني الصديق ديالنا اللي معنا في القسم أو خارج البيت أو في الطريق أو في الأسرة إلى آخره. إذا مريم تقول ليوسف أنت هو الآخر بالنسبة لي، وهو يجيبها فعلا وأنت هي الآخر بالنسبة لي. إذا هنا تعرف ما بين مريم ويوسف، أنه هو الآخر بالنسبة لها وهي الآخر بالنسبة إليه. إذا سؤال إدريس ماذا يقول؟ وأنا هنا سؤال إدريس، إذا كيف مثلا نتفاعل مع سؤال إدريس؟ ماذا سيقول إدريس؟ وأنا هو الآخر مثلا، أولا هو الآخر بالنسبة لمريم والآخر كذلك بالنسبة ليوسف. إذا وأنا هو الآخر بالنسبة لمريم وبالنسبة ليوسف. أصف أحاسيسي تجاه صديقي المختلفين عني. بطبيعة الحال الأصدقاء يمكن أن يكونوا نكون مختلفين عنهم، إما باللون وإما بالجنس مثلا، وإما بالبنية الجسمانية، وإما بالانتماء إلى طبقة معينة، أن يكون من طبقة من عائلة فقيرة وأكون أنا من عائلة غنية. إذا أحاسيسي تجاه صديقي المختلفين عني يجب أن تتسم بالمودة والمحبة، لأنه يجب أن لا نميز من حقوق الطفل كما رأينا في اتفاقية حقوق الطفل، عدم التمييز يعني هي من الحقوق الأساسية لكي تفرع عليها جميع الحقوق، عدم التمييز. وشفنا الحق الثاني اللي هو الأساسي هو المصلحة الفضلى للطفل، يعني هذا الحق ديال التمييز هو حق أساسي يجب احترامه ويجب عدم التمييز بين الأطفال. أتعرف على اختلافات بين البشر. رصد دستور بلادنا مجموعة حالات تعبر عن اختلاف الناس في الصفات والوضعيات ومناعة التمييز بسببها. إذا الدستور ديال البلاد ديالنا اللي هو الكتاب ديال هو عبارة عن قانون أسماء دار سنة 2011، رصد مجموعة من حالات تعبر عن اختلاف الناس، يعني كاين اختلاف بين الناس سواء في الصفات أو في الوضعيات. إذا هذا هو التعرف على اختلافات بالبشر ومنع، يعني ممنوع التمييز، منع التمييز بينها. كما رأينا أن عدم التمييز هو يعتبر حق أساسي يتفرع منه العديد من الحقوق، إذا حتى هنا الدستور ديال المملكة منع التمييز بسبب الاختلاف في الصفات والوضعيات. هنا نشوف نقرأ النص، تلتزم المملكة المغربية بحظر، يعني بمنع ومكافحة، يعني محاربة كل أشكال التمييز سواء بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد يعني الدين أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي آخر كما كان، حتى شي وضع اللي ما مذكورش في هذه الأوضاع هذا فهو ممنوع التمييز لناتو. إذا دائما يجب أن أحترم الآخر
وأن أبتعد عن التمييز وعن العنصر أن لا أكون يعني عنصريا مع أصدقائي. يعني إذا بديت كنميز بيناتهم بسبب اللون أو بسبب الدين أو بسبب الانتماء الاجتماعي أو الإعاقة فهذا خطأ كبير أرتكبه في حق نفسي أولا وفي حق أصدقائي وفي حق المجتمع. أرصد تنوعي في الناس تنوع الناس في محيطي وأفسر المادة ينص الدستور على مكافحة كل أشكال التمييز. بما أن الدستور ديال المملكة هو أسمى قانون في البلاد يعبر عن مجموعة من النصوص التي تنظم يعني طريقة يعني العيش داخل المجتمع الواحد، يعني منعت جميع أنواع التمييز سواء بسبب اختلاف في الصفات أو في الوضعيات. وبالطبع في المحيط ديالنا الذي نعيش فيه مليء بالاختلافات والتنوع ديال الناس في المحيط، وبالتالي فهو جاء هذا الدستور لمنع جميع أنواع التمييز ومكافحتها بين الناس بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد إلى آخره. أعي واجباتي تجاه الآخر. أبعدت مجموعتنا عالية من اللعب بسبب لون بشرتي فتساءلت ماذا أفعل؟ أتصرف مثل أفراد المجموعة تجاه عالية؟ ألعب بمفردي مع عالية وأخفي عنها؟ أفسر المجموعة أن من حق عالية اللعب معنا؟ إذن هنا نحن أمام وضعية من وضعيات التمييز بسبب اللون. إذن بما أن عالية لون بشرتها سوداء فالمجموعة ديالنا بعدتها من اللعب. التصرف الصحيح ليس الابتعاد عن عالية كما فعلت المجموعة أو اللعب معها للتخفيف عنها، وإنما التفسير للمجموعة. يجب أن أفسر للمجموعة أن من حق عالية اللعب معنا ومن حقوقها يعني اللعب معنا ومن حقنا من حقها علينا عدم التمييز بسبب لونها. كما قلنا في التسريب الآخر الرقم الأخضر هو رقم هاتفي مجاني بالنسبة للمتصل، يعني الإنسان اللي كيتصل اللي هو في وضعية صعبة يتصل مجانا، أي أن المؤسسة صاحبة الرقم اللي دارت هذا الرقم هذا هي التي تؤدي ثمن المكالمة. النشاط الثالث أتعرف واجباتي تجاه الممتلكات العمومية والخاصة، ألاحظ الصورة أنجز ما يلي. إذن هنا أمام ثلاث صور. الصورة الأولى تخريب ممتلكات ديال المدرسة، هنا ديال ملعب كرة قدم، تخريب الكراسي، هنا تخريب سيارة بواسطة كسر زجاجها. إذن هذا هو الحالات، أبحث عن عواقب كل حالة وأعبر عن رأيي في ذلك. إذن هنا في جميع الحالات هنا كاين تخريب ديال ممتلكات عمومية، يعني ممتلكات ديال مؤسسات عامة، هذه مدرسة وهذا ملعب، وهنا ديال سيارة ممتلكات خاصة. أعرف في محيطي بالسلوكات الإيجابية المناسبة وأسجل في دفتري نتيجة ما قمت به. إذن اللي هو السلوك الإيجابي هنا هو عدم تخريب الممتلكات العمومية أو الخاصة وعدم تخريب البيئة كذلك، وبالتالي يعني يجب المحافظة عليها ويجب عدم المساس بالممتلكات سواء كانت عمومية أو خاصة. ننتقل إلى النشاط الرابع يتعلق بحماية البيئة، التعرف على حماية البيئة. وقد شفناها سبقا شفناها في درس المكون ديال الجغرافيا. حديقة الألوان هو اسم مشروع مدرستي، يعني كاع جميع المدارس كل المدارس كيكون عندها واحد مشروع مدرسة بيئي، يعني نسميهم مثلا مشروع بيئي، مثلا حديقة أو مثلا مزروعات إلى آخره. إذن هذا مشروع بيئي لمدرستي. استهدف عملية غرس ميزتها تنوع الألوان، يعني شفنا أن في هذا الغرس ديالها درنا تنوع الألوان، يعني سمينا العنوان ديالها عفوا ما قريناش هو حديقة الألوان. اخترنا تنوع الألوان على غير تنوع البشر، يعني باش نمثل تنوع البشر بتنوع الألوان، يعني بالألوان بالغرس اللي درناه ملون. انطلق المشروع قبل سنة حيث أنجز الأطفال تصميما للساحة، يعني قبل ما نبداو في كما شفنا في درس الجغرافيا داروا واحد التصميم ديال الساحة واختيار مواقع الغرس وخطة ديال السقي كيفاش يسقيو باش ما يكونوا يضيعوش الماء.
منذ ذلك الحين كبر المشروع لدينا كما يكبر الأطفال، ولا زال الاهتمام به مثل اليوم. يعني هذا المشروع راه بدا تقريبا هذه السنة. أستنتج ما إذا كان المشروع يعكس واجبات الأطفال تجاه البيئة حالا ومستقبلا، وأبين ذلك بأمثلة. إذا بطبيعة الحال هذا المشروع البيئي المدرسي هو موجود في كل المدارس تقريبا، وهو من خلال النص المسمى حديقة الألوان يتضح أن واجبات الأطفال تجاه البيئة هو واجبات تتمثل في عملية الغرس وعملية السقي وعملية ترشيد استعمال الماء ووضع خطة للسقي، اختيار مواقع الغرس، وضع تصميم للساحة. هذه كلها أعمال واجبات تجاه المشروع المدرسي والمشروع البيئي لإنجاح المشروع البيئي وللحفاظ على البيئة. وهو مشروع بدأ منذ سنة لا زال الاهتمام به مثل اليوم، يعني حالا ومستقبلا، لأن بدأ المشروع يكبر وكما يكبر الأطفال. يعني كلما تقدم الأطفال في السن كلما كبر المشروع الذي قمنا به في مدرستنا. أستأنس بهذا المشروع واقترح نموذجا آخر لمدرستي. يعني على شاكلة المشروع البيئي يمكن لنا اقتراح نموذج آخر للمدرسة والتعاون مع كافة الأصدقاء لإنجاحه وللقيام به. أقوم تعلمي وأدعمه. نعيد قراءة ميثاق قسمنا، سبق أن شفنا رأينا الميثاق القسم في الدرس الثالث، ونرصد مدى التزمان بما توافقنا عليه من واجبات تجاه ذواتنا والآخرين والبيئة المحيطة به. إذن دائما كما هو معروف يجب علينا احترام ميثاق قسمنا ورصد، يعني واش هل هذا الميثاق يتم احترامه من طرف الأطفال الموقعين عليه. وكما رأينا من الأمثلة اللي ممكن أن تكون في هذا الميثاق، مثلا نحترم بعضنا البعض احترام الآخر، نصغي للآخر يعني نستمع للآخر، حرية التعبير وحرية الرأي والرأي الآخر، نعتني بنظافة قسمنا، نعتني بنظافة قسمنا، ممكن نعتني بمباحث ساحتنا إلى آخره، نعتبر تنوعنا ثروة للمجموعة. يعني اختلافنا بين الأبيض والأسود والأحمر والطويل والقصير والمعاق إلى آخره هو تنوع، يعني كلنا نكمل بعضنا البعض، لا نترك أيدينا تلعب بعيدا، يعني احترام حاجية الآخر وعدم استعمالها دون إذنه. على نغش، يعني نبتعد عن الغش. ممكن أن نضيف مجموعة من المسائل في هذا الميثاق ديال قسمنا ونلتزم بها. باختصار لأركب تعلمي، إذا نحاول ما أمكن نذكر هاد الملخص. إن من واجباتي الأساسية الالتزام بواجبي تجاه نفسي أولا بالمحافظة عليها وتنميتها. إذا هذا الواجبات ديالي تجاه نفسي أولا، المحافظة على نفسي وتنميتها، والتجاه الآخر بتقديره واحترامه، يعني احترام الغير رغم اختلافي عني، واخا يكون مختلف عني سواء في اللون ولا في الجنس الآخر، واتجاه الممتلكات العمومية والخاصة كما رأينا في المثال السابق، واتجاه البيئة بالمحافظة عليها، يعني يجب عدم تخريب وتكسير الممتلكات العمومية والممتلكات الخاصة. الممتلكات العمومية الممتلكات ديال المؤسسات العمومية مثل مثلا الملاعب والمدارس والمستشفيات والى آخره، واتجاه الممتلكات الخاصة التي يمتلكها الخواص والتي تكون المنفعة فيها خاصة، واتجاه البيئة بالمحافظة عليها. إذا هذا هو تركيب التعلمي لنعي ما هي واجباتي سواء تجاه الذات أو تجاه الآخر أو تجاه البيئة. شكرا وإلى اللقاء.